السلام عليكم. اول شيء مبروك 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 من القلب الخالص لليفربول الدوري الانجليزي. وبكل صراحه المباراه اللي شفتها عندنا اليوم بين تشيلسي والسيتي انا بكل صراحه شاده، يعني باش نشوف يعني تشيلسي البوادر تاع قدوم زياش لاعب مغربي، وايضا يعني فيرنر اللاعب الالماني، ونشوف ماذا سوف يقدمون الاضافات. وبكل صراحه منظومه تشيلسي لامبارد قلت لكم منذ بدايه الدوري، يعني ارجعوا لفيديوهاتي في ربما قبل 8 اشهر وشاهدوا اول مباراه لتشيلسي مع لامبارد ماذا قلت عليه. قلت لكم لامبارد يعرف كل خبايا تشيلسي وسوف يصنع مجدا من هذا الفريق، وانظروا ماذا فعل، انظروا ماذا فعل، فما بالك بالسنه المقبله اذا جاء زياش وفيرنر. كارثة كارثة. تشيلسي السنة المقبلة سأعطيكم من هنا، خذوها مني رسميا، تشيلسي السنة المقبلة ستكون أبرز المرشحين للفوز بالدوري، وأيضا ستصل لنصف النهائي أو لما لا النهائي. تذكروا كلامي. ما يخص مباراة اليوم مانشستر سيتي وتشيلسي، صراحة محرز اليوم نقول غير محظوظ، نقول غير لم يكن سيء، ولكن تعامل اللاعبين معه لا زال، لأن رأينا محاولة ستيرلينج لو أعطاها لمحرز، تخيل معي انا واخي نشاهد مباراة لا نصدق، اعتادي محرز سيدخل بين الشباك فريقه، ولكن ستيرلينغ يريد ان يتفزلك، ولا زالت تلك الزيادات عند اللاعبين لا افهمها ولا اريد ان افهمها ايضا. دي بروين هذاك اللاعب راه صافي، ختم علم كرة القدم وختم يعني صناعة اللاعب، ودخل في الاساطير في كرة القدم في وسط الملعب، خلصوا فيه الكلام الناس كلهم، ليس فقط انا من سيتحدث عنه، ولكن تشيلسي الذي سجل الهدف الاول وصنع ضيع الهدف الثاني الذي انقذه وولكر اليوم اللي قدم مباراة جميلة، ذلك اللاعب بولوتسكي، المهم مثل هكا على هذا الوزن اسكي. بكل صراحة يعني قدم مباراة جميلة، الهدف الاول كيف يعني خطأ من ميندي، خطأ غبي جدا ذكي ذلك اللاعب، يعني سريع وذكي، تخيل معي عندك هذا وذاك مونت ايضا، كل فريق تشيلسي في الامام في تيان، فقط ويليان وبيدرو اللي دخل في الشوط الثاني كلهم صغار السن، باركلير وايضا مونت وكانتي. تشيلسي الحلوه، تشيلسي الحلاوه، وبعد تضييع الهدف الذي انقذ وولكر من الشباك، الهدف الثاني الذي جاء ضربة جزاء، انا لا اصدق تلك الجنون في هذه المباراة، اقول هذا كله حظ للسيتي ينقذون هدف من خط المرمى، والهدف الثاني المرة الاولى الثانية الثالثة، ولكن فرناندينيو بيده اخي حمراء مستحقة. وبكل صراحة يعني اذا لم تسجل يسجل عليك، هو ضيع اول محاولة في الشوط الاول من عرضية محرز بالرأس لم يسجلها، فكان السبب في خسارتهم وضيعوا الدوري اللي هو ضائع منذ بداية الموسم الذي قلناها. مبروك لليفربول، محرز انا متأكد سيكون الرجل الاول، هذا الشيء اللي كاين. وبكل صراحة لامبارد غيقول كلمة تعاود دابا، ممكن انا نقول البلوز ممكن يعودوا. هيا يا زياش، المكان امامك، اثبت جدارتك. السلام عليكم.